شكرا للزملاء وأهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1986 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية والتي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 18 من شهر أكتوبر 2023 وتنتهي في 17 من شهر يناير 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.44%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 218%. انطلقت فعاليات معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات جايتكس في إمارة دبي، ويعد جايتكس أكبر حدث تكنولوجي في المنطقة للشركات الناشئة، إذ ينضم له هذا العام أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 900 مستثمر. ويلعب المعرض دورا هاما في دفع عجلة الابتكار وتقديم الحلول التكنولوجية الحديثة، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد. انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في إمارة أبو ظبي بمشاركة أكثر من 7000 من المستثمرين من 160 دولة. ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم. وتم تأسيس وإطلاق المنتدى بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة مكاسب حققتها شركات التعدين وسط تفاؤل إزاء الطلب من الصين، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 4%، وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3% مع زيادة أسعار المعادن الأساسية مدعومة بطلب أقوى من الصين، بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بعض علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.